عسل قوي. ده خلصان؟ ده خلصان. نوديه جنب عيش على طول، ودي خلصانه. بس لسه هفنشها دي بس الرواني. هفنش الرواني بس. طيب ام علي مش تخش الفرن؟ لسه ده كريمه بس. انا طيب يلا بندخل ام علي الاول الفرن عشان نكسب وقت. حضرتك عملت ايه في ام علي؟ ام علي حطيت الملفيه كسرته تمام، بعد كده حطيت اللبن على النار مع ورق فانيليا تمام، معاها السكر، بعد كده عطيت الملفيه، عجنت الملفيه، عيت الملفيه او الفتاج او او الرقائق الهشه، او مثلا في البيت مثلا عيت الكروسان مثلا طبعًا. حسب الموجود طبعًا. بعد كده بعد ما شربت اديها طبقه ايه، كريم شانتيه حتى على الوش كده. اه هتخش الفرن، بدخل الفرن ايه، سلامندر تاخد وش، سلامندر تاخد وش، جراتان مش اكتر. يلا بينا، انا ساعدك ودخل اخد وش. تمام ماشي، يلا بينا. قد ايه يا شيف؟ 5 دقايق مثلا يا دوبك. لا على حسب بقى ايه، تاخد اللون الذهبي بتاعك. انا مظبطها. يلا باشا احنا فوق. انا عايز فوق تحت ولا عايز تحت؟ بس فوق بس. فوق بس. فوق بس. تمام تمام يلا باشا.